لوحة إصرار الذاكرة للفنان سلفادور دالي. سلفادور دالي من أشهر الرسامين القرن العشرين ورائد المدرسة السريالية. لوحة إصرار الذاكرة رسمها عام 1931، وهي من أشهر أعماله الفنية وأشهر لوحة في عالم الفن السريالي. تصور هاي اللوحة عدد من الساعات الذائبة أو المنحنية في الصحراء بمنظر بسيط وهادئ لكنه مخيف. هناك أكثر من تحليل لهذه اللوحة، فيقول البعض بأن الفكرة الأصلية جاءت لدالي في يوم من أيام الصيف الحار عندما كان مصاب بصداع بسبب كثرة التفكير بمضمون لوحته القادمة. وعندما كان يأكل لاحظ دالي ذوبان قطعة من الجبنة في الشمس، فبقي هذا المنظر في ذهنه وذهب للنوم. وفي وقت نومه رأى دالي في منامه ساعات تدوب في الفراغ، وبعدها استيقظ من نومه ليكمل لوحته والتي كانت مجرد رسم لمرتفعات تصنع لوحة مهمة في تاريخ الفن السريالي. اللوحة تتضمن 4 ساعات بشكل منحني أو دائم، 3 منهم بنفس الشكل والحالة، والأخيرة متفردة بلونها وحالتها. على إحداهن ذبابة وأخرى يفترسها النمل، وساعة يظهر عليها معصم اليد على هيئة وجه بشر. قال البعض قد تكون الفكرة التي كان يريد إيصالها دالي هي أن الزمن أقل صلابة مما يفترضه الناس، فكما في الأحلام يصبح الوقت غير منتظم، بمعنى أن الوقت لا يوجد له أي تأثير بالأحلام، ولهذا فإن الساعات تذوب. بالواقع هي لوحة لتكسير جدران الزمن، والمعروف عن دالي بأنه كان كثير ما يبحث عن الخلود ويحلم بتوقيف عجلة الوقت، وها هي لوحاته الآن تخلد ذكره. بعض الباحثون قالوا بأنه كان متأثر بأينشتاين وفرويد، وربطوا ساعات دالي الذائبة بنظرية أينشتاين النسبية، والتي كانت تعتبر نظرية جديدة وثورية في وقت هذه اللوحة. في التعبير يقول بأن الساعات أصبحت بدائية وبادية وبدون فائدة بعد النظرية النسبية. وحتى الوقت الحالي استمرار الباحثين في كشف المعنى الرئيسي للوحة، لأنه عرف عن دالي بخلطه بين الجنون والعبقرية، فهو دائما يظلم الناس بلوحاته الغريبة ومميز جدا في فوضاه وإبداعه وجنونه ونرجسيته الشديدة.